السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. شكرا لجميع المتابعين الاوفياء لهذه القناة هذه المتواضعة ولهذا العبد الضعيف. غادي نهضر معكم اخوتي المغاربة واخوتي الجزائريين، حيت حنا كلنا خوت، ماشي انا اللي قلتها، الله سبحانه وتعالى هو اللي قالها. هذه الرسالة كنوجهها للجزائريين بالضبط، خصوصا الجزائريين، وكنتمنى الرسالة ديالي توصلهم. قبل ما نبدا في الحديث اخوتي المغاربة، حيت هذا المشكل هذا اللي وقع تطرقوا له العديد ديال الناس هضروا فيه، المشكل ديال الكره، الله ينعلبوا هذه الكره هذه كما كنقولوا، اللي غتفرق ما بين عباد الله، ما بين الخوت وما بين الحباب. البطوله العربيه ديال الشبان اللي كانت في الجزائر، وكان وقع فيها الصداع، وضربوا الدراري ديال المغرب، الدراري ديالهم ديال تما ضربوا الدراري ديال المغرب، الكويريه ومنهم حتى شي وحدين كاع ماشي كويريه دخلوا الديران البعض. تصنتوا مزيان لهادشي اللي غادي نقول لكم، وحللوا الودينات ديالكم اخوتي المغاربه واخوتي الجزائريين، الله يهديكم. قبل ما نبدا في الحديث غادي نبدا بالايه الجليله الكريمه اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى، راه الله اللي قال هادشي هذا ونزلوا على النبي محمد اشرف المخلوقين في غار حراء. الله سبحانه وتعالى قال في هذه الايه الكريمه سوره الحجرات الايه 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى لعلكم ترحمون، باش يرحمكم الله غدا يوم القيامة. أعباد الله اتقوا الله، الكرة اللي كتفرق ما بين الشعوب راه افيون الشعوب اكثر من الحشيش، الكره اكثر من الحشيش. الالمانيين والميريكانيين صنعوا وبدعوا، صنعوا المرسيدس، كريزلر، رويس رويس، ما خلاو ما صنعوا، وما عمر دبزوا بعديتهم، وما عندهمش حتى لغتهم يعني مشتركه، كل واحد كيهضر باللغه. الالمانيين كيهضروا بالالمانيه ليزاميريكان، الميريكانيه بالانجلي، الفرنساويين كيهضروا بالفرنسي، يعني كل دولة كتهضر بلغة مختلفة، ما عندهمش لغة موحدة بحال العرب. وصنعوا بدعوا ما عمرهم دبزوا بعديتهم على الجلدة، على الكرة، واحد الجلدة منفوخة بالريح وكيجري موراها بنادم كيلحمق. الكرة ماشي شي حاجة، ماشي شي رياضة نقولوا، اللي شي فن من الفنون اللي مثلا اللي يعني قديمة مر التاريخ نقولوا. حاجة واحدة أخرى بغيت نشير لها أخوتي المغاربة وأخوتي الجزائريين اللي كندبزوا عليها ديما، ينعلبوا هذا القفطان، ينعلبوا القفطان. اش وصلنا، اش درنا هذا القفطان هذا باش ندابزوا عليه القفطان، ولا ندابزوا على كسكسو ديالنا، كسكسو ديالكم، القفطان ديالنا، القفطان ديال نعلبوا. واش بوتين خرج مشى كيقلب على القفاطن عنده في الارموار، جبد القفاطن باش هو يدافع على البلاد ديالو بار اكزومبل ضد حزب الناتو. بوتين واش لبس القفطان وبدا كيشطح لهم وجبد القفاطن، القفاطن باش دافع هو على الدولة ديالو مثلا، ولا بالقنبلة النووية اللي عنده راه حطها تما وكيساين غير يهجموا عليه ويبرك على البطونة ويفجر العالم كله. داكشي باش ما قدر حتى شي واحد يقرب لبوتين، حيت عنده أسلحة نووية، ما عندوش أسلحة قفطانية، ما عندوش القفطان هو. واش حنا مازال كندابزو على القفطان وعلى الطعام ديال من الطعام، وعلى الشلاضه ديال البصله ومطيشه عباد الله ديال من، وعلى الغنى، الراي ديالنا الراي ديالهم، الوجدي ديالنا البركاني ديالهم، كندابزوا على الغنى، ينعلبوا هاد الغنى وبو هاد القفطان والناس كتصنع وكتبدع باش غدا ولا بعدو فاش تنوض شي حرب عالميه يدافعوا على بلادهم. واش غادي تدافع غدا انت يا مثلا بالقفطان، ولا غادي تدافع بالغنى؟ واش البركاني بار اكزومبل ولا الشاب خالد هو اللي غادي يجي يدافع عليك غدا الا وقعت شي حرب دابا كما وقع ما بين اوكرانيا وروسيا؟ واش الاوكرانيين جابوا المغنيين ديالهم هما اللي كيدافعوا دابا، وجبدوا مثلا الكاسيت ديالهم القديم ولا القفاطن حاطينهم في الارموار الاوكرانيين باش دافعوا دابا على بلادهم ضد روسيا؟ ولا روسيا اللي عندها الصح؟ وافقوا من النعاس، وافقوا من النعاس عباد الله. حنا كنقولوا في المغرب إلا كانوا الصغار بلا عقل، الكبار خص يكون عندهم العقل. يعني هادوك الدراري دخلوا مشحونين من الأول، قبل كاع من المباراة دخلوا مشحونين، قالوا لهم غادي تلعبوا ضد الصهاينة، المغاربة هما كيسميوهم الصهاينة، كيقول لك بني صهيون، وخا حنا مسلمين وكنصليو
وما عندنا حتى شي علاقة مثلا مع الماسونية، كيقول لك بأن حنا صهاينة هما داخل يعني مسبقا هو مشحون، وشكون اللي شحنوا؟ الناس الكبار. حيت كنقولوا حنايا الرياضة راها يعني كنقولوا اسبري سبورتيف، يعني الرياضة اخلاق كنقولوا حنايا، قبل ما تكون رياضة هي اخلاق، خصك تكون مخلق الا كنت انت انسان سبورتيف. واحد السيد كيجي كيلعب عندك في الميدان ديالك، شنو كيقول لك المدرب ديالك قبل ما تدخل تلعب؟ كيقول لك هذا السيد ضيف جاي لعندنا يلعب عندنا. دونك الدراري تحلاو بالروح الرياضيه والاخلاق، والناس الكبار كاع ديال الدوله كيقولوا اودي هذا الكاس هذه خصها تدوز في روح رياضيه، خصهم ينصحوا الشباب ويقولوا لهم كذا وهذه. وهذوك الناس اللي بالعقل اللي كيكونوا تما في التريبين، البوليس خص يشدهم، ما خصهمش ينزلوا للارضيه ديال الملعب. واللي نزل الارضيه ديال الملعب ولا ارتكب شي جرم ضد حق شي لاعب جاي يعني ضيف ولا شي واحد ضيف لديك البلاد، خصو يتحاكم. خص البوليس ديال ديك الدوله هذيك تبروتيجي تحمي دوك الناس اللي جاو، ماشي تميك دير عين ميكا وتخلي الاخرين لي كلوشار ينزلوا، حيت لي كلوشار هما اللي نزلوا كذا، ماشي الناس اللي مأدبين ومخلقين وبعقلهم. دوك الجزائريين اللي مأدبين ومسلمين فري، ماشي هما اللي نزلوا للتيران وضربوا دوك الدراري هذوك، ولكن هذوك راه بوزبال اللي ما عندهم لا اخلاق لا ضمير، هما اللي كيديروا داك الشيء هذاك. يعني الرياضه راه اخلاق، الناس الكبار اللي خصهم ينصحوا الناس الصغار، الناس الصغار راه عمرهم الناس الكبار، داك الشيء باش داروا داك الشيء هذاك، هذا الشيء اللي خص الناس يفهموا. حنا كنقولوا كثره الكلام لا تفيد في شيء، يعني الكلام بزاف السكات خير، كنقولوا حنا هذا المثال في المغرب، الهضره بزاف السكات خير. كنتمنى من الله يهدي البشر للطريق المستقيم، الله يهدي ما خلق ويوجد بنادم ويفقه بنادم للطريق المستقيم ولطريق الخير. راه غدا فاش غادي تدخل الحفره ما غينفعك حتى شي واحد الاعمال ديالك اللي غادي تدي معك للحفره، ما تصنتش البنادم يدفعك للحفره. دير داك الشيء اللي قال لك الله سبحانه وتعالى والرسول الكريم عليه افضل الصلوات، ما ديرش داك الشيء اللي قال لك البشر العادي يدفعك للحفره. راه غدا ما غادي معك غير الاعمال ديالك. هادشي هذا كنقيلو نقولو ونهضرو فيه في هذا المنبر هذا المتواضع. دير داك الشيء اللي قال لك الضمير ديالك واللي فتح عليك الضمير ديالك، وشوف اللي تسلكك نتايا ماشي تسلك واحد اخر. المشكل في الدول العربيه انهم كيتصنتوا الناس اللي كيدفعوهم للحفره، وغدا فاش كيموت كيمشي للحفره كيمشي للعافيه، ما غيفيدكش هذاك السيد اللي كان كيدفعك للحفره، ما غيفيدك في والو. الله يهديكم والله يهدي ما خلق والله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.